لليوم العاشر على التوالي قوات تركية تدخل بشكل مستمر ومكثف إلى محافظة دهوك وتحتل أجزاء كبيرة منها وتنصب سيطرات ونقاط تفتيش وقواعد عسكرية. شوف الورطة شلون، والله عمي هذا شو شي يشتغل يعني باكر عقب سبب الاتفاق مع الحكومة، باكر عقب أمريكا ما تنقلب عليهم، هسه إذا غير راح وشالوا بايدن وجابوا ترامب، ما راح يبدل على تركيا، راح يهفهم هفة من هاي الزينة حتى يقول لك شنو هذا، خلاص طريق الحرير انفتح بعد ما لاكو دولة قدامنا ولا قبل الأوروبا. أمريكا دائما تسويها وين؟ برأس الرئيس، هو الرئيس نفس النظام يا أخي، نفس النظام نفس التعليمات تجيهم، هسه الرئيس ما إلى شغلة، حتى لو تجيبه من ذولي ما كل الهوملس اللي نايمين بالشارع تجيبه وتخليه رئيس عادي يمشي. هسه بايدن شنو؟ والله الهوملس أحسن منه، واحد زهايمر وما أدري شنو يحكي، أنا مرت بايدن شيني. أمريكا ما تجيب لها مثلاً رئيس هو اللي يصدر القرارات وهو مصدر القرار، يعني الناس تقول له سوي كذا سوي كذا وراء، شلون يفتكون من واحد مثلاً باكر عقبه لو تتصل بهم مثلاً تقول له يا بألو نقدر نفوت على هاي الدولة، يقول لك فوت احنا شعل يعني، مثل ما سووه بينا قبل، راح بس تغير الحكم طقوا هذولي، هاي سياسته ما يركبون على نفسهم، يقول لك احنا شعل يعني هو هذا اتخذ قرار الرئيس السابق. شين الرئيس السابق؟ اكو واحد خلف الكواليس هو اللي قاعد يلعب، هو واحد ظال من ذاك اليوم لهاليوم، اول ما تأسسه لحد الان نفسه قاعد يلعب. شلون ورطة جاي ورطون التركية؟